ابو ملاك ما فتح، ابو حاتم صراحه قليل يقرا قصيد يعني على الاقل في فائده فتح جواله. ايش في يقرا؟ ايش في يقرا؟ قصيد قصيد. ايوه ابو محمد يفتح جواله اوقات وسكر ما يطول والله. ابو عبد الرحمن ما ادري شفته فاتح جواله. ابو صالح ما يفتح جواله. ابو شو اسمه ابو جزء والله ما يفتح جواله. نعم قل معي من بعد بدل من قبل لكني على تويتر ماسك ابو سليمان. لا ترسل لي تويتر من اليوم راح خلاص ما والله راضي بس انا ابو صالح ما يفتح جواله. اي انا قصدنا ابو عبد العزيز مو بتنقيص في احد ترى محبه لك انت اخو لي تسلم. ابو حاتم اخ انا والله العظيم شوف يعني اقول لك حتى واحد جتني رساله تو يقول لا تشد على ابو محمد شديت عليه وكذا لا يمكن انا يمكن انا ذو خطا كلها ذو خطا شديت عليك ابو محمد الله الحمد لله على خفيف هو ابو محمد مو بنت انت ابو عبد العزيز الحين فك الجوال وشغلنا بالمقاطعه عاد الله يعين مع الجوال ما فيه شيء وبالعكس ودنا ان تناقش انا وياك ويصير بيننا فوائد للآخرين. يا سلام عليك. هو هدفنا يا إخواني المجلس إنه يستفيد الجميع من بعض. لما أنا أكون ترى شوف حتى لو مثلاً الحين أنا أتكلم أبو حاتم وأنت معي أبو عبد العزيز مركز معي ده أزداد أنا صراحة عرض في القصة طلع اللي عندي والله. لكن لما إني ألتفت على أبو حاتم وأبو عبد العزيز وقابل الجوال ولا ألقى أبو محمد بالجوال ولا أي أحد بالجوال يا أخي ما عندي نفس أكمل قصة والله صادق والله أبداً. حتى المخرج يقول لما طلع الكاميرا على فلان قاب جواله حتى المشاهد يقول يا أخي ميب حلوة. لا والله لكن أبو راشد تابوا إلى الله. شو أبو راشد إذا من بكرة نبدأ بصفحة جديدة متابعة الجوال لا وحاول أن أبو راشد حاول أن المخرج يساعدنا في الجانب الأيسر يا أخوي بنقطع المجلس كذا وهذول يحليهم برنامج اسمه برنامج الجوال تعرف الضفة حقتنا يعني في واحد في واحد قبل ايام قال اقطع النت على ابو حاتم وعلى ابو عبد العزيز والله انه صادق والله انه صادق صراحه ودنا نحط الجهه دي ما فيها شبكه وهذه 4G وهذه EG الله يسعدنا وياكم. هو الهدف والله الفائده وايصال الخير للغير الفوائد كثيره جدا. ابو محمد ما قلت لي الان هل انا شاد عليك ولا لا؟ الحمد لله الانسان يعرف وضعه والأمور سهلة وسهلات ولا بيننا إلا ما يرضي ربنا ولا بيننا إلا ما يسعد جمهورنا لا أنا ولا أنت. والظاهر بعض الناس يمكن يسمع الصوت المرتفع ويسمع الأخذ والرد يظن الناس متخاصمين. يا سلام. وفي الحقيقة ما في القلوب أصفى من عين الحمامة. هو فيها أصفى من عين الحمامة اللي هو قطرة الندى. الله أكبر. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. اللي بيننا الحمد لله بين محبة وألفة مقدم وخوة. مقدم وعضو. سلام عليك أخو أو مشارك. أخو أنت أخو. أنت أخو. أبو تركي شو سمعنا قبل نهاية البرنامج؟ اللي تبون طال عمرك. جزاك الله خير. أبد عطنا اللي استفيد منه. بسم الله لا أنا البر لك. أنزله في سناب ولا وش ذا؟ فيك اليوم مخترش ماسك الحين يا زينك في مجلس السوق في الخيمه ذيك والله غير. الله يرجع ذيك الايام والله. الله يرجعك انت الايام جايه الايام موجوده والله يرجعك انت. ما شفت هالايام والله يا اخي اول مجلس يوم في الخيمه غير ايام ديوانيه مكارم ايه؟ ما شفته والله وش جاء طيب شيء فعلا يا رب ترجعه للحق. اسلم ابو تركي. اسلم تركي هذا يا ابو راشد ولا الاخوان المستمعين. في يوم من الايام تعرضت احدى قصايدي للسرقه. ايه ما دريت الا رجالني يلقيها بصوته ويا ولد منين جات القصيده هذه؟ قال والله لي ومصلحها قديم. فالحمد لله اني كنت مثبت هنا في تويتر. فاقول لواح سايف يا بنات افكاري اللي سرقها السارق المزاحي. لواح سايف يا بنات افكاري اللي سرقها السارق المزاحي من قد حراسي ما بدعها غاري وعرض لها اللي يومي المسباحي. يا ليت يوم انه طراله طاري قال العذر والله لقول مباحي. اذ يا دريت انه فقير عاري اكسيه من لبسي وزوده وشاحي ما يوزعها كذا ويماري ما خاف من فعلي وضرب سلاحي والله لخلي ليلته سماري وما اوقف للحق ولا طاحي. اي نعم اي عاد السرقات منتشره السرقات هذه حدث ولا حرج. ابو حاتم ابو ملاك جاهز شيء قصيدتنا وبزعل بهالشباب والله. افا خذ نمشي يعني يقول وعزي ثيل الجيب عقب الرياجيل اصبح مع الورعان كل يسوقه
ويمتر الأسواق في العصر والليل، واللي رشدت راح يمطعش دوقه، وقت تغير واسمعوا كل ما قيل، بعد الخلا والمزلة حتبروقه، تلقاه فزينة هجموع وزرافيل، معشلتني عقاب لازم تعوقه، ضيع حل الذيدان ناس حلا حيل، وضيع صحاري نجد ولا عروقه، ما عاد تلقى فيه ما عاد تلقى فيه كيف وفنجيل غير العصير، وكل ورع يذوقه ويبرز في الخط ويحط ويشيل، ويقول انا راعيه والسوق سوقه، ما يدري انه غادي يا هل الخيل من ركبته للجيب كثرة طقوقه، الجيب يبغى واحد ينطح السيل قدام ذوده ماش منه ويعوقه، ما لمعه مثل الوراعين يسهيل، يضرب صحاري نجد ويزيد شوقه، على الشرف والطيب والبن والهيل في وسط روض والصبح معشروقه، يصعق لذوده لين ترجع مقابيل وتشوف نار القرم يبدا عطروقه، وختامها مني على العز يجيل والقرم الدندوم محتني بوقه. لا صح حسانك يا ابو ملك صح اشفو من غير الحين مر علينا عند الزينه ويقول لا ما زين بر الله يصلح الحال. ابو عبد العزيز ودك تصير شاعر؟ خبرك من زمان والله. والله كنت تناطح ابو سليمان. حاولت ما قدرت طلع ولا بيت ابدا ولا شقه مسروقه. هذا واحد اللي ابو اسلم ابو حاتم راشد حب سؤالك ابو حاتم. واحد حول حول الميكروفون شعار محاورة ويلعب مسبحته، ويجي واحد من وراء ويدز قال شاعر شاعر، يوم قال شاعر ويرجعون الشعار دفع الميكروفون خلوها المرا كي مراكي والزوالي زوالي والقمار القمار والنجوم منجلوها شاعر ما شاء الله جيت على بحرين الان ما عاد ابو عبد العزيز نبي نغششني عطنا مراكي حاولت انت ها لك محاولات بالله. والله بسيطه لكن عطنا باعت بالفشل والله ما والله ما في شيء ما في بالفسق عندك عم شاعر من 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 فحول الشعراء في نجد الله يغفر له يرحمه ابراهيم الحسين. طيب عطنا له شيء عطنا نبدا عنه تحفظ الشيء معروف معروف يا ابو عواد 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 عارف عواد شاعر قلطه وشاعر زين معروف اينا فكان شاعر وجدي شاعر وجدتي شاعره لكن ما بعد لكن قوي ترى عواد. بالمناسبه ابارك لاختي منيره صارت جد صالح الحسين اخذت الاول في مسابقه عكاظ بالامس اخذت جائزتها في الشعر النبطي ما شاء الله واختي شاعره اينا يوم جبتونا في الشعر الف مبروك اينا خلت اغششك اعطيك جيناتها غير جيناتك اجل ما عندك قصيده لها انت تقراها قبل الاذان اي صحيح والله والله هي قالت بيتين وبكره جيب قصايد لها يا ابو عبد العزيز سام قالت بيتين في لما صرت جد قالت يعني اللهم صل على محمد بكره نبي قصائد لها يا ابو عبد العزيز جابت بيت فصيح قالت اتى فهد وعم السعد شبيه البدر اصيل الجد وقالت بيتين نبطيه مبروك لك يا الغالي اول حفيد مبروك لك خطيتها باجمل قصيد مبروك وانا في فرحتي يا اجمل عضيد حاره القيفان ببياتي والحانها هذه ابياتها اي نعم ركب الصوت على يومك تسجد هذه ها خذ الصوت هذا ايه؟ وركبه على على فيديوك القبل وقت الفرحه اي نعم ايش رايك اصبح مخرج يا اختي منيره على هذه القصيده الجميله والاهداء وابارك لها فوزها بالمركز الاول تستاهل مبروك يا اختي منيره نزلها انا في السناب اخذت الاول في سنابي موجوده ما ارسلتها لي ولا كان والله نزلتها عندي في السناب تستاهل والله ارسلها لك يا ابو راشد ما الف مبروك يا اختي منيره الله يوفقك ويبارك في عمرك وليتك تجيب لنا قصائد من قصائدها غدا ان شاء الله باذن الله نستانس بقصائدها الجميله باذن الله ان يوفقك تفزع لنا انتم عائله ونعم والله عائله ونعم يا ابو عبد العزيز ما عليك زود انت ما صرت شاعر يا ابو راشد انا عندي مشاعر ولا حاولت ولا اهم شيء المشاعر والله الله يجزاكم خير على أزفة رحيل البرنامج شكرا لشاعرنا وحبيبنا مطر المرشدي ونعم أبو تركي الله ينعم عليك ويبارك فيك والله الشرف لي يا أبو راشد عذرنا لو أخطينا بحقكم عذرنا لو أخطينا بحقكم لا والله ما أخذ المزع ومجلس هو ناس والله إنها انشراح صدر راي وصفيه بيض الله وجهك إيه والله جزاك الله خير شكرا أيضا العكس ويقول إذا كان مهب
فله وناسه ما نجاكم. صدق إيه؟ الحلقه يا ابو تركي لو جت حلقه سويناها ولا فيها وناسه إيه؟ الجمهور يزعل ابدا والله العظيم. تجيني الرسائل يا اخي ما نبغى نضحك نمصص الرسميه دائما ما هي بزين. واحنا على فكره ابو تركي احنا ما نتعمد الضحك، هي جلستنا كذا. اي والله هي جلستنا كذا يعني. ابو حاتم ما شاء الله، شوف جلسه ابو حاتم ونيسه ترى يا ابو راشد ولا يهون الاخوان، احنا مرينا في البرنامج الان والله ان كانها في جلستنا اليوميه ترى ثلاث ساعات راحت. اي والله احنا والله انا كنا متخوفين حتى اخوي مجاهد يوم درى ان الوقت انه ثلاث ساعات قال يا فلان طويله والله نجلس نتكسر ظهورنا. شفت مجاهد خلص. ايش رايك يا ابو ملاك؟ الله يعطيهم العافيه. راح مرت يعني الله الله مرت بخف على ما يقولون ما فيها كلام سبحان الله. ابو حاتم الله يجزاه خير بعدين اسالوه عن البعير اللي يضحك، يقول شاف بعير يضحك. اي والله يقول والله اني شايف بعير والله اني شفت البعير يضحك. اي والله اي والله واحد اسمه بعير البعير القسامي والله نبرمج فروسنا من انجاوت انا ما اقدر افكر. انا يا ابو راشد صرت اتخيل فم البعير كيف يضحك. لا كان يوم قالها اول مره قالوا يقهقم بعد. هلا ابو حاتم هذه صراحه ما تنسى لك يا ابو حاتم. اخوي مجاهد الكرشمي ونعم فيك وعليك شرفت. الله يعطيك العافيه ياكم الله والشرف لنا طال عمرك. الله يبارك فيكم. غدا ان شاء الله تكونون معنا ايضا. وعبد العزيز شكرا لك، الله يجزاك خير على وجهه الوجه الطيبه صراحه. يا ابو راشد اشكرك يا ابو راشد على دائما المداخلات ودائما الجوال هذا دائما تداعبني فيه ولعلك تخفف عنه. ما في تخفيف بالعكس ما في الا تعجبني ابو حاتم. جزاك الله خير ابو حاتم. الله يسلمك عرفتنا بهالرجال المطاليق والله. نعم الله يسلمك. الله يجزاك ابو راشد. الرسائل يقولون ما يرد على الرسائل اللي نرسلها. من هو؟ كل الرسائل اللي ارسلت لي. من هو؟ يقول البرنامج ما يرد ابو راشد. كل اللي قريته ما رد. والله مثل ما تشوفون بس ارسلوا على وين يمكن عليك انت. لا لا يرسلون هو مضيع مرسلين لله يحب غني اقراها انا. جزاك الله خير. جزاك الله خير يا عبد. غدا الساعة 9 الصباح في امان الله. ابو حاتم للخير حنا اجتمعنا.